السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الحال؟ كنت منكم تكونوا على خير، صحتكم جيدة، أحوالكم طيبة، والعشر الأواخر من رمضان يا ربي، صيام مقبول وأعمال صالحة مقبولة بإذن الله. اليوم بإذن الله غنشارك معكم هذه الوصفة ديال بوتي فور بدون بيض. غادي تشوفوا الطريقة الرائعة، غتنال الإعجاب ديالكم وغادي تجربوها بالتأكيد وتحضروها لعيد الفطر بإذن الله. يلا نقول بسم الله ونبدأ مع طريقة تحضير هذا البوتي فور الرائع مع واحد المكون غادي يعطيها اللذة وغادي يعطيها المذاق الرائع. ويلا نقولوا بسم الله ونبداو. وعلى بركة الله لتجهيز هذا البوتيفور الرائع بدون بيض، غادي تشوفوا المكون اللي غنضيفوا معاه. محتاجين 250 غرام ديال الزبدة تكون بحرارة الغرفة، جبدتها البارح من الثلاجة ما خليتهاش بيتها داخل الثلاجة باش تساعدنا ما تكونش كما كتشوفوا بهذه الطريقه، خاصها تكون الزبده بحراره الغرفه. غادي نضيف معاه الحليب المحلى، غادي تشريو علبه ديال الحليب المحلى، هنا عندي 200 مللتر غادي نستعملوا، هذا جهزته في المنزل، نصف لتر من الحليب وكوب من السكر، راه عندنا في القناه تما محطوط، غادي نحط الرابط ديالو للي بغات تحضروا في المنزل بلا ما تشريه، غادي نصبوه هنا فوق الزبده. من بعد ما صبينا نيسلي مع الزبده غنمزجوهم جيدا، حتى يندمجوا الزبده مع نيسلي ونرجعوا نخفقوهم جيدا. شوفوا خاصها تكون ضروري بحراره الغرفه باش ما تعذبكمش هذه العمليه، وما غنضيفوش السكر لان نيسلي بطبيعته حلو بزاف، ما نضيفوش على السكر من الاخر. خدموهم جيدا حتى يندمجوا مع بعضياتهم بالضرب اليدوي. نضيف واحد سكر فانيليا، غادي نضيفو كوب ديال النشا، ضروري في هاد الحلوة في البوتيفور ديما تستعملو النشا كيعطيه القوام، داك القوام الهش. غادي نضيف كوب دابا ديال النشا، غادي نعمر كوب ونرجع، غادي نعمر حداكم كيما كتشوفو الكوب، كوب ديال العنبة ديالنا نعمروه حتى الفم، ونضيف كوب ديال النشا. دائما القوام ديال النشا كيطاير، دخلوه غير بشويه باش ما يطيرش فيكم. بعد ما دمجنا النشا غادي نضيفو دابا الكوب الاول ديال الدقيق ونزيد الثاني، وغادي نشوفو العبار ديال هذا الكوب نفسه، غادي نعبرو الدقيق. غادي نضيف الكوب الاول ديال الدقيق بسم الله ونخفقوه، وعاود نزيدو الثاني. كما قلت لكم نيسلي تقدروا تحضروه غير في المنزل، نصف لتر من الحليب وكوب من السكر ديال العنبه، كنخليوه فوق نار متوسطه حتى كيتكاتف، حسن ما نمشيو نشريوه كيبقى مرخص بطبيعة الحال. غادي نضيفو الكوب الثاني، غادي نخدم دابا باليد ديالي لان العجينه رجعت كتدخل في الدراب، وغادي نشوفو القوام ديالها، ما خصوش يكون قاسي لاننا غنخرجوه بجيب الحلواني، ضروري تبقى خفيفه باش تساعدنا، ماشي خفيفه بزاف عاود انتما غتشوفو. غادي نزيد الكوب الثالث لان العجينه باقا خفيفه، الكوب الثالث ديال العنبه، نمجو ونشوف. هنزيدو الكوب الرابع، اربع كؤوس ديال الدقيق وكوب ديال النشا، وعلى حسب الدقيق تكون سيده، خلي العجينه تكون تقدري تخرجيها من جيب الحلواني ما تقصحيهاش بزاف، هذا هو القوام كيبان لي تحصلنا عليه صافي. اربع كؤوس ديال الدقيق وكوب ديال النشا، هذا هو القوام ديال العجين، كنخليوه شويه هكذا ما يكونش قاسي باش نعمرو في جيب الحلواني ونبداو نشكلو بوتي فور ديالنا. جهزت الصينيه ديال الفرن، درت فيها ورق الطهي، غادي نجيبو هذا القمع هذا اللي عنده هذا الشكل هذا، هذه الخريجه هي اللي كتجينا زوينه في البوتي فور، غادي نديها وغادي نستمر هكذا حتى نكمل العجينه ديالي ونعمر الصينيه ونرجعو نتلاقاو باش ندخلوها للفرن. كما كتشوفوا الشكل اللي راه كيجي زوين بزاف، هذه هي الكمية الأولى ديالي، باقي لي العجينة بزاف تبارك الله كتخرج كمية وفيرة، غادي ندخلها للفرن على درجة حرارة 180 ونخليها مشعلها من الأسفل والأعلى ونحطها في الوسط، من تتحمر وتعطيني ديك اللون الذهبي نخرجها، نتلاقاو من بعد ما تخرج من الفرن. وهذه هي الحلوة ديالنا، هانتوما كما كتشوفوا كتبقى كما هي الشكل ديالها حيتاش مفيهاش الخميرة، حطيتها في وسط الفرن في الوسط وشعلت عليها قريبا شعلت عليها من الأسفل ومن الأعلى بطبيعة الحال، ونتلاقاو مع التزيين ديالها بإذن الله.
هذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا اللي خرجناها من الفرن، كتجي رائعه ورائحه. ما نعاودلكمش اللي تلقى لي في المطبخ، غادي نكمل الكميه ديالي كامله ونتلقاو مع التزيين ديالها. دابا نبداو بالتزيين ديالها. انا غنستعمل الشوكولاته البيضاء للتزيين، وغادي نلصقها مع بعضياتها بالمربى وقليل من الزيت مع هذه الشوكولاته البيضاء. انتما بغيتو تستعملوا السوداء استعملوها. في انتظار الشوكولاته ديالنا تذوب، غادي نجيبوا الحلوه ونبقاو نلصقوها حبه مع اختها بالمربى. كان اختو كل حبه نديروا لها قليل من المربى، المربى اللي بغيتو ديال الفراوله ولا ديال، نقفلوا عليها. كل حبه كنلصقوها مع الاخت ديالها بالمربى ونحطهم جانبا حتى يذوب لي الشوكولاط. نبداو العمليه، ديروا غير شويه غير باش تلتصق مع الحبه الاخرى. نحاولوا ناخذوا الحبه قياسها كما كتشوفوا معايا، الشكل ديالهم رائع كيجي. ولا كان معكم اللي ساعدكم في هذه الحلوه غادي تكون احسن، كتعاونوا مع بعضياتكم في هذه الحلويات ديال العيد. بطبيعه الحال انا غير بوحدي كندير كل شيء، والله يعاوننا جميعا يا رب. تقدروا تحتفظوا بها غير هكذا بلا ما تزينوها بالشوكولاته، تزيين غير اضافه، اللي بغى يخليها غير هكذا بركه عليه. هانتوما شوفوا معايا ما شاء الله شحال هشه، كتجي هشه رائعه. هالبوتيفور هذا كما كتشوفوا معايا، كنتمناكم تجربوه من كل قلبي، كنتمناكم تجربوه في هذا العيد وتحضروه لاسرتكم، كيجي رائع. ودابا كناخذوا كل حبه ديال البوتيفور ديالنا، نغطسوا لها النصف ديالها بالشوكولاته البيضاء ونحطوها في ورق الطهي حتى تبرد تماما وتعقد هاد الشوكولاته تبرد، ونتلاقاو مع التقديم النهائي ديالها. انا غنستمر في هاد العمليه ونتلاقاو من بعد باذن الله من سالي وتبرد ونتلاقاو. وهذا هو التقديم النهائي ديال البوتيفور ديالنا، كما كتشوفوا كيجي رائع. هانتوما معايا شوفوا الشكل ديالو رائع، حتى المذاق ولا اشهى. كنتمناكم تجربوه وغادي ينال الاعجاب ديالكم بكل تاكيد. مقادير كما شفتوا معايا بسيطه، ونتمنىكم تجربوها ودمتم سالمين في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء، مع السلامة.